بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى فقرة كتابية ليغكومبوند لتعلم اللغة الفرنسية. إذن طبعا كنا قد توقفنا مع لستوار دو توكي لو بوتي شيان ترو كيريو. إذن قصة توكي لو بوتي شيان، لو بوتي شيان الكلب الصغير ترو كيريو الجد طفولي. رأينا بأن توكي طبعا عندما ذهب عند فرخ صغير فهاجمته الدجاجة الأم. هنا سنستكمل ما سيتعرض له توكي عندما أراد أن يكتشف ما حوله. إذن توكي أفولي أنتخي دون لا كويزين سا سون بون. توكي أفولي أنتخي دون لا كويزين سا سون بون. توكي أفولي طبعا هذا عرفناه سلوفير فولوار بالضبط. عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب فولوار أفولي. طبعا عندنا أفوار مصرف في البريزون، إذن هذا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فولوار اللي تيعني في المجمل أراد. هو أراد، توكي أراد. أراد ماذا؟ أونتخي الدخول. طبعا لو فيرب أونتخي فعل دخل. توكي أفولي أونتخي دون لا كويزين، إذن توكي أراد الدخول في المطبخ. أراد الدخول إلى المطبخ. سا سون بون هذا يشم جميلا، هذا يشم جميلا. طبعا هنا عندنا لو فيرب سونتيغ. سونتيغ طبعا لو فيرب سونتيغ ممكن أنه يأتي في معنى أحس، أحس أو شم. مثلا نقول سونتيغ لو دونجي، سونتيغ لو دونجي أحس بالخطر. il sent le danger، إذا هو أحس بالخطر. إذا هنا عندنا ça sent bon، هذا يشم جميلا، بأن ما نشمه هنا جميل عند الدخول للمطبخ. إذا الكلب توكي أنه شم رائحة الأكل فكانت تلك الرائحة جميلة بالنسبة له. ça sent bon، توكي a voulu entrer dans la cuisine، ça sent bon. la porte n'est pas fermée، عندما أراد الدخول إلى المطبخ la porte n'est pas fermée. la porte n'est pas fermée. la porte n'est pas fermée. الباب لم يكن مغلقا، إذا الباب ما كانش مغلوق. توكي بوس لا بورت، إذا طبعا توكي أنه دفع الباب. طبعا عندنا هنا لو فيغ بوسي، توكي بوس لا بورت. ان كورون دير، إذا نتكلم عن تيار هوائي. ان كورون دير تيار هوائي، لو فون سوفل الريح تهب. بون ان كورون دير لو فون سوفل ثم الريح تهب. بون لا بورت سو رفيرم الباب ينغلق. سور لو ني دو توكي ينغلق على انف توكي. اي اي اي، إذن توكي هنا أصابه الباب في أنفه عندما جاءت الريح، يعني فجأة، ودفعت الباب ليغلق على أنف توكي. توكي أفولي أنتخي دون لا كويزين سا سون بون. لا بورت ني با فيرمي، توكي بوس لا بورت. أن كورون دير لو فون سوفل بون لا بورت سو رفيرم سور لو ني دو توكي. اي اي اي، طبعا يستأنف توكي اكتشافاته ليعرف المزيد. voyons un peu du côté de l'écurie، اذا فلنرى قليلا من جانب الاسطبل. فلنرى voyons un peu، فلنرى قليلا du côté de l'écurie من زاوية كما نقول الاسطبل. فلنذهب لنرى جهة الاسطبل لنكتشف المزيد. voyons un peu du côté de l'écurie. du côté من جانب كما نقول de l'écurie من جانب الاسطبل. voyons un peu du côté de l'écurie. la petite chèvre est là. الماعزة الصغيرة موجودة هنا، موجودة في الاسطبل.
la petite chèvre, elle. Tiens, voici une bête à quatre pattes comme moi. Tiens, voici une bête à quatre pattes comme moi. Tiens. طبعاً tiens, هذا le verbe tenir. فعل أخذ. هو يقول لنفسه خذ. كما نقول نحن بالدارجة هانت هانت. Voici une bête à quatre pattes. ها هي دابة بأربعة أرجل. ها هي دابة بأربعة أرجل. Comme moi. مثل أنا. تختلف عن الفراخ التي رأيتها. Tiens, voici une bête à quatre pattes comme moi. خذ. نقصد هنا أنت. ها هي دابة بأربعة أرجل بحالي أنا. Tiens, voici une bête à quatre pattes comme moi. Toki s'approche. Toki s'approche. إذا Toki يقترب. طبعا لو فيرب أبخوشي يعني فعل قرب. لو فيرب أبخوشي فعل قرب. هنا عندنا فعل آخر اللي هو فعل سابخوشي فعل اقترب. Toki s'approche. La chèvre lui donne un coup de corne. La chèvre lui donne un coup de corne. المعزة lui donne. Lui donne. تعطيه. شنو عطاتو؟ عطاتو un coup de corne. ضربة قرن. ضربة قرن. المقصود بأن ضربته بقرنية. هي ضربته بقرنية. Toki va rouler comme une boule jusque dans la cour. Jusque dans la cour. طوكي سيدور فاغولي طبعا انه يدور هكذا على الارض اذا طوكي سيتدحرج كوم ان بول مثل كره مثلا كره حديديه صغيره كوم ان بول سيتدحرج ويدور بهذه الضربه جيسك دون لا كور الى في الساحه الى ان خرج من الاسطبل الى الساحه طبعا كان ممكن نقول هنا جوسك لا كور جوسك لا كور الى الساحه لكن هو دخل الى الساحه طوكي فاغولي كوم ان بول جوسك دو لا كور اذا طوكي سيتدحرج سيدور على الارض مثل كره جوسك دو لا كور الى حدود داخل الساحه طوكي سوغوليف طوكي يقف كو سابت لا سو ميشونت Que ces bêtes-là sont méchantes. Comme il y a des ad-dawab, charrira. Que ces bêtes-là. Comme il y a des ad-dawab, sont méchantes. Il y a charrira. Que ces bêtes-là sont méchantes. Toi qui se relève, et dans toi qui yakif, que ces bêtes-là sont méchantes. Comme nous l'avons dit, qu'il y a des ad-dawab, هي شريرة نقصد هنا كم هذه الدواب هي شريرة هي شريرة إذن يحكم على كل الدواب بأنها شريرة من خلال الدواب التي التقى بونس توكي يظن توكي طبعا لو فيرب بونسي يعني فكر أحيانا لو فيرب بونسي تيجي في معنى اعتقد هنا بونس توكي يعتقد توكي إذن هو يعتقد بأن كل الدواب هي شريرة إذن توكي سوغوليف كو سابيت لا سو ميشونت بونس توكي إلا بيرسوا لو باسان إلا بيرسوا لو باسان أو لي شوفو فون بواغ إذن هو يرى هذا المكان الذي يوجد فيه الماء حيث تشرب الخيول حيث تأتي الأحصنة لتشرب إلا بيرسوا لو باسان أو لي شوفو فون بواغ إلا بيرسوا لو باسان أو لي شوفو فون بواغ إلا بيرسوا طبعا هنا عندنا لو فيرب ابيرسوفوار الى بيرسوا لو باسان اذا هو يرى هذا المكان الذي يوضع فيه الماء او لي شوفو فون بواغ حيث يشرب الخيول اذا نتكلم عن المكان الذي يوضع فيه الماء لتاتي الخيول وتشرب منه هو راى هذا المكان المملوء بالماء الى بيرسوا طبعا هنا كما قلنا عندنا لو فيرب ابيرسوفوار فعل لمح Il aperçoit le bassin où les chevaux vont boire. Le bassin est plein d'eau. Le bassin est plein d'eau. Iden had le bassin yemali a bilma. L'eau brille au soleil. Iden l'ma, l'ma ou yelma ma chems. L'eau brille au soleil. L'eau brille au soleil.
Ça doit être à maison, de marcher là-dessus. Ça doit être à maison, de marcher là-dessus. Ça doit être à maison. Ça doit être à maison. طبعاً هنا عندنا لو فيرب دوفوار نقول il doit هو يتوجب عليه هنا se doit هذا يتوجب هذا الأمر الذي أراه يتوجب être أن يكون إذن هذا يتوجب أن يكون كما نقول بأن هذا لابد أن يكون كما نقول بأن هذا لابد أن يكون أن يكون ماذا؟ à maison مسليا إذن هذا المكان الذي يلمع se doit être à maison إذن هذا يتوجب أن يكون مسليا المقصود بأن هذا لابد أنه مسلي دو مارشي لا دوسي بأن سير فوقه دو مارشي بأن يسير لو فيغ مارشي يعني فعل تمشى لا دوسي هنا فوق هنا فوق مكان أكيد أنه مسلي بأن نسير عليه طوكي يريد المشي فوق هذا المكان الذي يراه يلمع مع الشمس إذن لو باسا إي بلان دو إذن هذا المكان أنه مليء بالماء لو بغي أو سولاي هذا الماء يلمع مع الشمس سو دوا إتخا ميزون دو مارشي لا دوسي إذن هذا يتوجب أن يكون مسليا دو مارشي لا دوسي للمشي هنا فوق المقصود للمشي فوقه سو دي توكي يقول لنفسه توكي سو دي توكي يقول لنفسه توكي ما قلناش دي توكي أنه يقول توكي سو دي توكي يحدث نفسه توكي تو كونتون إل كور تو كونتون كما نقول هنا كل فرح المقصود هنا فرح جدا تو كونتون إذن هو فرح جدا هو فرح جدا إل كور إذن هو يجري إل صوت هو يرتمي دون لو باسان كما نقول في البحيرة الصغيرة إل صوت دون لو باسان إي بلوف إي بلوف ثم بلوف إذا نتكلم عن صوت الماء هنا إل طومب دون لو إذا هو يسقط في الماء إل طومب دون لو إذا هو يسقط في الماء إل فاستونوي كاد هو سيغرق هو سيغرق إل فاسونوي إذا هو كاد سيغرق إل كخي إذا بدأ يصرخ إل كخي هو يصرخ إذا بدأ يصرخ طبعا ستأتي كامي وميشيل لإنقاذه إذا استكمل القصة في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.